فريسة جديدة للمسيرات الروسية، انتشر فيديو ليها وهي كتلة من اللهب بعد انقضاض واحدة من الطائرات بدون طيار الروسية عليها. الفريسة دي هي مدرعة من طراز BPBV501BMP. المدرعة دي بتتميز بحملها مدفع 73 ميلي ووزنها الخفيف اللي بيمنحها منورة في المناورات وقدرة جيدة على الحركة في الميدان، ولكن سبق السيف العزل، أو بلغة العصر الحديث سبق الدرون المدرعة. تعالوا نشوف الفيديو.